إقامة المزرعة لاختبار الزراعة الإسفنج البحري. كاريبوني، السلام عليكم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. قبل البدء في الزراعة الإسفنج البحري يجب أن تعرف ما إذا كان ينمو في منطقتك. يوضح لك اليوم علي محمود وكريستيان من زنجبار كيفية التحضير المزرعة الاختبارية البسيط لتجنب إنفاق الكثير من المال. اختار الموقع الجيد لمزرعتك الاختبارية. يجب أن تنمو أنواع الإسفنج بشكل طبيعي في منطقتك أو بقرب منك. يجب أن يحتوي الموقع على التيار البحري المناسب لأنه يجلب الطعام إلى الإسفنج. يجب أن يسمح العمق باستخدام القناع وأنبوب الغوص. فكر في حركة القوارب والسفن المحتملة. حدد المنطقة بعوامات المرئية جيد التي يمكن رؤيتها. أبلغ الناس الذين يعملون أو يصطادون في منطقتك واطلب منه احترام التجربة. للإعداد تحتاج 3 قطع من أنابيب الحديد المجلفن أو طالات الخشب الصلب، طول 1.5 متر، القطر 2.5 سنتيمتر، حبل نيلون 30 متر، مقاس 6 ملليمتر، خط الصيد قطر 1.5 ملليمتر، مطرقة والسكين حادة جدا، وقناعي والأنبوب للغوص. لنبدأ في الضبط القطبين، يجب أن يكون ثلثها على الأقل في الأرض. المسافات بين قطبين 5 أمتار على الأرض. قمنا بحفر 3 ثقوب في كل أنبوب المعدني وربطنا سلكا للربط الحبل. لا تثبت الحبل مباشرا على المعدن، سيتم فرقه من خلاله، وإلا فإنها ستحدث الاحتكاك قد يؤدي إلى تمزقها. ضع 3 حبال أفقية. الآن مزرعة الاختبارية جاهزة. نحتاج الآن الإسفنج. لا نريد قتل أي الإسفنجة أو إتلاف المخزون الطبيعي. إذا كان الإسفنج الصغير جدا فلا تأخذه. إذا كان الإسفنج بحجم القبضة الرجل أو أكبر يمكنك قطع قطعته. إذا قمت بقص الإسفنج الأفقية فتأكد من بقاء ثلث الإسفنج على قاع البحر. نريد الإسفنج المتبقى في القاع البحر أن يستمر في النمو. للقيام بذلك يجب أن تكون كبيرة بما يكفي وتحتوي على ما يكفي من الجلد الأسود. لقد قطعنا الإسفنج بهذا الشكل، لذا في مرة القادمة التي نمر بها يمكننا أن نرى ما إذا كان قد نجا. احتفظ بالإسفنج دائما في الماء من نقطة التجميع حتى مزرعة الاختبار. إذا كان عليك السفر بعيدا قم بتغيير الماء في الدلو كل 20 دقيقة عن طريق إضافة المياه البحر. تأكد من أن الحاويات النقل ليست في الشمس وألا الماء يسخن. عند العودة إلى المزرعة خذ قطعة من الإسفنج و50 سنتيمتر من خط الصيد وأدخلها في منتصف الإسفنج. كن حذرا، لا تعصر إسفنج أبدا. مرر طرفي خط الصيد عبر الحبل حتى لا يتحرك أبدا. يجب أن تكون العقدة الدائمة فوق الحبل. الآن تم الانتهاء من مزرعة الاختبارية الخاصة بك. بعد 2 أو 3 أسابيع
يمكنك ملاحظة أن الإسفنج تتعافى من الجرح وأن الجلد الإسفنجي ينمو. تعتبر الأنابيب حلا رخيصا وجيدا لمدة عام من الاختبار على مدى الطويل في المزارع الكبيرة أو المياه العميقة. من الأفضل استخدام العوامات المثبتة لتثبيت المراسي. في البداية يجب التحكم في الإسفنج كل أسبوع، إزالة الطحالب والكائنات الحية الأخرى بشكل منتظم، ويمكنك أن تفعل ذلك باستعمال يدك أو إسفنجة ميتة صغيرة أو شبكة. لا تنسى تنظيف الحبال بسلسلة الدراجات قبل أن تصبح الثقيلة وتغرق. غند الإسفنج في كثير من الأحيان لمعرفة ما إذا كان لديك خسائر أو إذا تم سرقته. إذا نامت جيد اقطعها مرة أخرى لزيادة عدد الإسفنج في مزرعتك. أضف المزيد من الأعمدة والحبال، أنت بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من الإسفنج. تذكر إذا نجحت مزرعة الاختبارية الخاصة بك فسوف تستخدم الكثير من الإسفنج لبدء الزراعة التجارية. نتمنى لكم كل النجاح. يرجى إعلامنا إذا واجهت أي مشكلة أو نجحت في إنشاء الثقافة الإسفنج الجديدة. شكرا جزيلا، مرحبا بكم.